الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت وسبحانك إني كنت من الظالمين. قرابة أسبوع على خروج شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، شهر رمضان. فكيف حالكم بعد رمضان؟ كيف حالنا في رمضان وحالنا بعد رمضان؟ كنا في رمضان بين صلاة وقيام وصيام وذكر ودعاء وصدقة وإحسان وصلة أرحام، ذقنا حلاوة الإيمان، وصدق من قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في رمضان لتمنيتم أن يكون العمر كله رمضان. صدق صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي صلاة مرتاحة، وكنا نصوم صيام مرتاح، وكان الإنسان يتمنى لو أن الله قبض روحه في رمضان لكان على خير حال. حتى كان البعض يقول: يا ليت ختمتي كانت في رمضان. ذهب رمضان ولم يمضي إلا قرابة أسبوع، وممكن تارك الصلاة عاد لتركه، واللي يتفرج على التلفازة رجع يتفرج على التلفازة، واللي يدخن رجع يدخن، واللي رجع يفعل ما يفعل رجعت حليمة إلى حالتها القديمة. فنحن هنا في بداية هذا الخاطر لا نقول أن الإنسان يجب عليه أن يكون كما في رمضان، يعني صعب، إلا على عبد الرحمن ربك. لماذا صعب؟ لأن النفس كانت مربوطة وكانت شياطين مصفدة، لكن في رمضان هذا السلاسل فكت والأغلال حلت ورجعت النفس إلى هيجانها. لكن نقول: خير الأمور أوسطها. نقول لا للانقطاع عن الأعمال الصالحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني الصيام مازال مرتبط، ليس فقط أن الإنسان بعد رمضان انتهى العمل الصالح، ولكن يعني 30 يوم مقارنة مع ستة، يعني ما قالش لك صوم 30 يوم من شوال أن عالم فيكم ضعفة، ولكن على الأقل قال لك خليك تبقى مع 6 أيام، قرابة أسبوع، بمعنى أنك حاول لا تنقطع عن القيام، لا تنقطع عن الصيام، لا تنقطع على الصدقة، لا تنقطع على هذا، لا تنقطع ولو بالقليل. الوقفة الأولى، ماذا استفدنا من رمضان؟ إنسان كيراجع حسابه في نهاية السنة، صاحب المحل أو صاحب البزنس كيراجع حسابه، ماذا جنيت وماذا خسرت. كذلك الإنسان بعد رمضان، وهذه تجارة مهمة، أن تجارة الدنيا ممكن الإنسان تضيع ويتداركها، لكن تجارة الله سبحانه وتعالى قد لا تتدارك. فماذا جنينا من ثمار رمضان؟ هل تحققنا بالتقوى الذي قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ هل فزنا؟ هل حققنا التقوى؟ هل تعلمنا فيه الصبر والمصابرة على الطاعة وعن المعصية؟ هل ربينا أنفسنا على أن الإنسان يكون أحسن من حاله؟ هل جاهدنا أنفسنا وشهواتنا وانتصرنا عليها؟ هل وهل وهل وهل؟ أسئلة كثيرة الإنسان يطرحها ليقارن بين حاله قبل رمضان وحاله بعد رمضان. كانت في امرأة، أصبحت مضربة للمثل، كانت تغزل، ولما تغزل تغزل تغزل، لما تنتهي تأخذ كل ما غزلته بعد تعب وبعد مشقة وبعد مكابدة، تقطعه وتمزقه. فقال تعالى في حقها:
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني ما تحاولوش تذهبوا جهدكم هباء منثورا. إن كنا ممن استفاد من رمضان وتحققت فينا صفات المتقين فاحمدوا الله واشكروه واسألوه الثبات على أن تبقى لنا نفحات ومداومة، ولو يعني احنا نقولوا ما فيش انقطاع، ولكن يبقى لك اتصال خفيف من رمضان. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ففي ناس لا يعرفون الله إلا في رمضان، قال فيهم أحد الصالحين: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. بمعنى في رمضان كان آية في العبادة، خرج رمضان أصبح والعياذ بالله يعني لا يعطي ظهره للطاعة. فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، يعني ما تراه الآن من تضييع الناس للصلوات جماعة والأغاني والأفلام والسفور، ولما تذهب هذه الجائحة ترجع الناس إلى الشواطئ والمعاكسات والكلام القبيح وتنافس في الحرام. هذا كله يبين لك أن رمضان لم يتقبل هكذا، إنما يتقبل الله من المتقين. أما يقول العلماء أن لكي تعرف أن الله قد قبل منك صيامك أو حجك أو قيامك، فعليك أن تكون بعد العبادة أحسن من ما كنت عليه وأنت قبل العبادة. بمعنى ذا شوال، باش نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قبل مني صيامي، علي أن أكون قبل رمضان، يعني علي أن أكون أحسن مني أنا لما كان شعبان. أما لما يكون رمضان ويجي شوال ونكون أسفل سافلين والعياذ بالله، هذه علامة أن الله لم يتقبل منك. والوقفة أخرى لما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى ما قالش الله واعبد ربك حتى آخر ليلة من رمضان. لنفرض إنسان مات في 5 أيام من شوال، أو مات يوم العيد، أو مات يوم تاني العيد أو ثالث العيد، وكان هذا الإنسان الذي مات يوم ثالث العيد أو رابع العيد، خلاص انتهى رمضان، خلاص انتهى الطاعة وانتهى الصيام وانتهى القيام، يعني مات على غير طاعة. لكن لما يقول لك الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت، بمعنى أنك استمر على الطاعة، تبت على شرع الله، استقم على دين الله، لا تراوغ، لا تعبد الله في شهر وتعصاه في شهر، أو في مكان وتعصاه في مكان. من كان يعبد الله في من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد رمضان رمضان فات، ومن كان يعبد الله وهذا هو الأولى فعليه أن يستقيم على طاعة الله، لأن الله رب رمضان ورب شوال ورب ذو القعدة ورب السنين كلها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن بعد انتهاء رمضان لابد أن الإنسان يبقى له نصيب، نصيب أنا ما أقولش لك يعني يوميا وذلك خير، ولكن يعني يبقى لك واحد النفحات من قيام الليل. الإنسان يستيقظ قبل الفجر أو يصلي ركعتين 4 6 ما تيسر، وقيام الليل كما قلنا
هو ما يصلى بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا كله قيام الليل. لو تجلس غير تجلس في بيتك وتأخذ السبحة وتذكر الله 200 300 400، تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم 500 600، هذا يعتبر قيام الليل. صلي ركعتين بما تيسر، بما تحفظه أو من المصحف، هذا يعتبر قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني هذا العمل تعقيم الليل هو ما كان يعمله الصالحون قبلنا، ومقربة إلى ربكم يقربنا إلى الله، ومغفرة للسيئات كيمحى الذنوب، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل يتركك ألا تقع في الإثم، يخليك بعيد عن الإثم. ثم مطرد للداء، اللي بغى صح سيد الخلق يقول لنا صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل كيدفع المرض عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. يعني الإنسان لابد أن يراجع حسابه مع الله سبحانه وتعالى، ويشوف أنه هل أنا بعد رمضان كأنا قبل رمضان، هل أنا يعني فقط أعبد الله في رمضان وأعصاه في غير رمضان، أم أنا في رمضان 100% وفي بعد رمضان 60%، شي مشكل. لكن من 100 هبط لصفر أو من 100 هبط لعشرة، هذا لا ينفع. نوقف هنا، والحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملخص الكلام: لا نقول أن نبقى على كما كنا، ولكن لا للانقطاع، لا تنقطع عن العبادة، لابد أن يبقى لك نصيب منها. تقبل الله منكم، والحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.